السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في فيديو الفيديو اللي كيتبغيو دائما الفيديوهات ديال الجديد ديال الطلام. شحال هذه ما بقيت صورت لكم شي حاجه جديده. اليوم من درب عمر وبالضبط من عند سي سعيد وحموده في قصريه الادارسه. اللي كيعرف قصريه الادارسه راه كاينه في درب عمر، بالضبط كاينه في شارع حسن الصغير. غادي نخلي لكم جميع المعلومات. هذا المحل ديال سي سعيد وحموده ديجا صورت لكم عنده تقريبا هذه شي 6 شهور او 7 شهور. اليوم جابوا الجديد ودايرين اخر ما كاين في البروكار، وكذلك المطروز، وحتى في طلامط اونتيتاش وطلامط روميين بشكل عام كاين سولد ديال الهبال. داكشي علاش قررت انني نصور لكم، حيت جيت ناخذ شي حاجه قلت بالمره نصور لكم. غادي نخلي سي سعيد هو اللي غادي يشرح لكم الجديد ويقول لكم حتى. السلام عليكم خوتي حبابي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ احوالكم وليداتكم؟ وتوحشناكم وغبرنا عليكم واحد شويه، واليوم ان شاء الله حنا جينا عندكم الثاني باش نبرعوكم بالجديد. ودائما عندنا الجديد. بالنسبه للجديد اللي عندنا الحمد لله عندنا البروكار في طروا كوردوني، هذا جديد ما كانش عندنا، هذا الجديد هذا ما كانش عندنا والحمد لله. هذا موديل جديد فيه الخديه وفيه الطلميطه وفيه الكوردوني الثالث ديالو. بالنسبه هذا البروكار هذا طروا دي ديال تركيا، ديال تركيا. شحال فيه؟ فيه جوج ديال، فيه طروا كوردوني، طروا كوردوني. بالنسبه للفيغ او ديالو هذا هو الفيغ او ديالو، الحمد لله حاجه مزيانه، فيه طروا كوردوني حتى هو. هذا ماشي الذهبي، هذا داك البرونز، البرونز برونز والبرو الفيغ او. وبالنسبه لهذا فيه طروا كوردوني، علاش عندك اختيار حتى في الطلميطه، الخديه والطلميطه والديبار، تخدمي عليهم فورماجات تقدر ديرهم من هذه الزواقه الصغيره، والطلميطه كتكون من هذا الغي ديال السبوله. وبالنسبه للبوكلي راه هو اللي كنخدموا به خديه، الو كل واحد يختار على حسب الذوق اللي بغى. المهم ثلاثه ديال الاشكال، ثلاث الوان. وهذا الباج الاخر ديالو، وهذا الباج ديالو، هذا الباج الاخر ديالو حتى هويا نفس الطريقه حتى هو. اذا فيه ثلاثه ديال الالوان، ثلاث الالوان، فيه الباج وفيه الفيغ او وفيه داك البونز، داك البونز داك هذا كيشبه شويه لهذا، ما كاين هذاك داخل فيه شويه الكري، هذا باج عادي. هذا الثمن ديالو شحال سي سعيد؟ هذا بالنسبه للثمن ديالو درنا واحد الثمن رمزي زوين هو 110 درهم. هذا 110 درهم، 110 درهم. راه غليظ غير باش نشرح للناس، راه ماشي رهيف ولا شي حاجه كما قلتي 3 دي. شوفوا الشكل الثاني ديال البروكار سي سعيد. مرحبا. بالنسبه للشكل الثاني هو هذا الثاني، هذا هو فيه طروا كوردوني، فيه الطلميطه ديال العرش، وفيه الدوزيام كوردوني والتروازيام كوردوني. ديما تقريبا كيكون فيهم ثلاثة. ديما ثلاثة، هذا موديل جديد ثاني. كلهم كيدخلوا مع بعضياتهم. ثلاثة. ما يحتاج، كيحتاج غير الإنيات ها بريباراسيون شي حاجة قليلة. شي حاجة قليلة. الديكوراسيون ديالو. وفيه دائما. وفيه الفيغ او حتى هو. ضروري الفيغ او يكون حاضر. ضروري الفيغ او. هذا سي لا توندونس زعما كلشي تقريبا هذا اللون كيتماشى بزاف. لا ضروري، هذا حاجة مزيانة. وعندو الباج ديالو الثاني. باج. في طروا كولور. هذا شحال كيدير الثمن؟ نفس الثمن بحال بحال. الثمن. درنا واحد الثمن خيالي، يعني ثمن زوين. ثمن زوين. ديال 110 درهم. مع المتتبعين. وأوبليجي المتتبعين تصاوب معاهم إن شاء الله. مرحبا بهم. بارك الله فيك. غادي ندوزو لطلامط الرومي. الرومي. نوري غير المتتبعين، اللوينات كلشي كاين هنايا. هذا أونتيتاش ياك؟ هذاك أونتيتاش. شحال تيدير الثمن سي سعيد؟ هذاك 50 درهم. 50 درهم، هذا الشيء كله 50 درهم. بالنسبة للرومي عندنا كامل درنا ليه 50 درهم ثمن مزيان. يعني اللي عنده واللي ما عندوش يفرج. داكشي اللي كاين، هانتوما اللوينات كيف ما كتشوفوا، راه هاد اللوينات التمريه بحال هكا كيجيو زوينين. تقريبا أنت أصلا ديجا حاط كل لون وحاط حداه زعما اللي غادي يجي معاه. لوينات، هذا الشيء كينفع في لي سيجور، شي حاجة واحد بغى يفرج شي سيجور خفيف ظريف، ثمن مناسب 50 درهم ما يطلعش عليه غالي. ما يطلعش غالي. والثوب راه غليظ، راه ماشي زعما شي حاجة رقيقة. حاجة مزيانة. الثوب راه غليظ، ماشي زعما شي حاجة رقيقة، 50 درهم ولكن راه غزال صراحة. الصالون سي سعيد ما كيكملش من غير ريدويات. بطبيعة الحال اختي، بالنسبة هنايا ثاني هادو الريدوات. هادو جداد عندك، ما كانوش عندك. بالنسبة للريدوات، أو الثاني الجديد اختي. هاد الثوب شنو سميتو؟ هذا التيل ديال الشبكة. الطروز هذا شي حاجه خفيفه كيدير في الصالون، كيدير وحتى في بيوتات الناس هكا خفيف. اللوينات يبغى يديرهم تحت شي حاجه ثقيله. هذا شحال كيدير الثمن؟ هذاك الثمن ديالو داير ليه 60 درهم. هذا كله 60 درهم، هذا الشكل اللي هذا نفس 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 الثوب غير الزواقه مختلفه. الزواقه اللي مختلفه عليه. باش نشد المتتبعين يشوفوا صراحه زوينه الثوب. هذا وهذا انا عجبني هذا صراحه، هذا مفتوح كيمشي مع كل شيء. هذا عجبني، عجبني الزواقه اللي فيه غزال. ونشوفوا شي شكل اخر بالنسبه للولا.
لولا اللي بغات الثاني لولا شي حاجه مزيانه لولا كله خيط وخفيف. هذا شحال داير في الثمن؟ هذا داير لي 50 درهم. اه زوين بالنسبه لولا الثمن مزيان صافي. هذا غادي يدي منه لولا في البيج تقريبا البيج او كري بارد وهذا الكري الغامق ديالو. المهم كاين اللوينات كاين اللوينات ديالو كامل عندنا هادشي راه معلقين غير موديلات راه تبارك الله كاينين كاع الالوان الالوان ديالو كامل عندنا. ندوزو لهاد الشبكه هادشي ديال الصالونات بالنسبه شي حاجه ديال الصالونات ثاني شي حاجه كلاس. الاثمنه كتبدا منين بالنسبه لهادو؟ هادو كيبقاو ب 60 درهم بحال بحال 60 درهم حتى الالمان مخير كاع درنا ليه داك فيما الزواقه كاين ثاني التيله ثاني شي حاجه حمق هذا هذا فيه واحد البريون هذا زوين. هذا الثمن ديالو حتى هو بحال بحال هو درنا ليه 60 درهم بالنسبه للزواقه الاخرى. فيها الذهبي والبيض وهادو حتى هما نفس الثوب اللي شفنا قبيله نفس الثوب فيه اللوان حتى هو عندنا فيه اللوينات كامل اللوينات كامل هادشي اللي شفت اي لون بغى الانسان عندنا موجود داك. وهذا عندنا الزواقه الثاني باش نوريوهم الشكيلات اللي كاينين. وي هذا كله هذا كله مطرش بالذهبي لون واحد وفي الشكل الثاني الثاني هذا اللي غايي هذا اللي غايي كاين اللي كيديروا بوحدو كاين اللي كيدير هذا الثاني وكيجي على حساب منه وي هو كيبقى اختيار مختلف. المهم الاشكال كاينين كيف ما بغى يديرهم الواحد مرحبا يدير جوج يدير خدم بواحد. كاين اللي ما كانش خميه ثقيله ما يرتاحش. هذا الدوزيام كولور ديالو هذا فيه الابيض والذهبي هذاك شنو شحال الثمن قلتي لي؟ هادو 60 درهم 60 درهم يعني لحد الساعه هادشي حيكون ب 60 درهم 60 درهم الحمد لله يعني خويا 100 زوينين ديال الصالون ب 60 درهم. زواق اخر ثاني هذا غزال هذا عجبني هذا عجبتني هاد البندالي الوسط عامره والتحت هذا كله مشارجي من الفوق للتحت هذا مشارجي بالنسبه للناس اللي كيبغيو سيرتو الصالون كيبغي بحال هاد الشكل بحال هكا واخا مشارجي ولكن راه ماشي زعما معيقه مشارجي غير دايرين فيها غير الباندات حتى هو نفس الثمن وهذه الثليجه ياه هذه الثليجه الزواقه الاخرى وي الثليجه شحال دايره؟ حتى هي 60 درهم 60 درهم مزيان وفيها الوان فيها الباج فيها الباج كريمي وفيها البلون الباج ديالها غزال هذا اللون زوين يتماشى مع كل شيء. اللي فهمت في هاد الخوامي كاملين بادين من 50 درهم حتى 60 درهم 50 درهم اللي بانوا لي شويه روميين اللي تقدر ديرهم في بيت نعاس ولا دفتي شي جو رومي وهادو اللي كيداروا في الصالونات 60 درهم جميع الاشكال اللي وريتيني دابا 60 درهم يعني غادي تبرعوا معنا الناس الا بغاو مرحبا بهم. او ثاني ستيل اخر ثاني هذا هذا ملكي هذا خبيتي حتى الاخر ياك زوين هذا غزال غزال كيحمق هذا احسن واحد انا عجبني في هذا وكلهم زوينين وكاين الثاني هذا بومبو لا خبيتيهم حتى الاخر ختامها مسك هذا ختامها مسك هذا هو مشارجي كامل من الفوق حتى الفوق غزال هذا كيحمق نفس الزواقه اللي كاين الفوق كاين التحت زوين الله يعطيك الصحه اثمنه راه مناسبه جد مناسبه جد مناسبه 60 درهم كل شيء ديال خوامي حتى واحد ما يبقى بلاش. سي سعيد هاد الثوب شحال داير؟ بالنسبه للثوب هذا اختي الثوب الشلحاوي كيدير 80 درهم الثوب الشلحاوي الثوب الشلحاوي 80 درهم هم مصولينو هاد الشيء ديال الصويره ومراكش هذا الشاون الشاون داك وريني الشكيلات اللي فيه خيط طبيعي نشوفوا الاشكال وي ها هو الزرق ديالو كيحمق الكرونه ديالو هذا الشاون هذا الا قلتي الشاون شاون بالنسبه للزرق ديالو هو زعما حتى هو فيه 3 كوردوني في حسب لي فيه غير جوج كيبان لي بحال هذا بحال هذا مختلفين الخديه هكاك الخديه الملاحف ها طلميطه طلميطه كاين اللي كيقلب العكس كيدير الطلميطه من هنا وكيدير الملاحف من الري ديالو يعني فيهم ثلاثه فيه هاد الكرونه وفيه الزرق وفيه هذاك البوردو والبوردو وي الثمن ديالو قلتي لي هو 80 درهم 80 درهم الثمن مزيان تصاوب مع المتتبعين من طبيعه الحال اللي جا عندنا مرحبا به بارك الله فيك. ها هو هنا شفنا الخديه ديالو مخيطه غزاله اشنو بقى لينا سي سعيد بقى لينا المطروز المطروز مخبيه ما بغيتيش تورينا المطروز هذا المطروز في الفيغ او شحال فيه شحال فيه ديال الكوردوني فيه 3 كوردوني فيه 3 ومع السامبل ديالو فيه السامبل فيه الطلميطه وفيه الخديه وهادو الاخرى كنديروها في
فهذوك يعني عنده اختيار ديالو، هو كاين اللي كاين اللي يقدر يدير الطلامط من هنا وي سامبل باش ما يطلعش لي غالي وي يطلع شويه اللي بيجي رخيص. اي الا درتي السامبل ما كيطلعش اللي طلع حيت السامبل ما تيكونش غالي بحال بحال الطرزه، الطرزه هي اللي كتكون طالعه في الثمن. وحتى الطلامط كيهزوا الميتراج بزاف وي بالنسبه للخديات لا كتلعب عليهم البريباراسيون، تقدر دير فاس ورده فاس ايني تطلع شويه رخيصه. ونشوفوا اللوينات اللي عندك واحد اخرى. هذا الصفيفر الصفر عاوتاني شي حاجه، هذا جون هائل السامبل ديالو. هذا شويه بانت لي الزواقه مختلفه ياك ولا مختلفه على الاخر؟ اه هذه زواقه واحده اخرى عاوتاني، زواقه اخرى الثانيه. حتى الكوردوني ديالو راه واحد الصفر زوين، واخا في التصوير كيبان شويه مشعشع ولكن راه ماشي هذا هو اللون الحقيقي، غير مع الاضاءه نقدر الا درت بحال هكا كيبان احسن. هذا الزواقه حتى ديالو صراحه غزال، هذا في الخديه، هذا الخديه روعه. وكما قلتي اللي بغى ينقص عليه ينقص عليه الثمن، يعني في البيجي ديالو باش يطلع شويه ناقص في الثمن يقدر يدير مثلا غير فاس ورده فاس سامبل يخدم ليه يطلع ليه رخيص. وهذا الازرق الملكي ما قالوا عليه ملكي حتى كان ملكي. اه الزرقاء الثاني شي حاجه رائعه كيحمق وكل مره زواقه في شكل. هادو كلهم يعني وحده ما كتشبه الوحده، تقريبا عندنا شي سبعة اشكال في المطروز كلهم جداد ولاكام جديده الله دخلت. هذا الجديد ديال المطروز. هذا الجديد هذا. وهذا قال لهم خلاص هذا غزال. عرفتي بحال شي طابلو هادي طاير قدامك بحال شي طابلو. هذا مطلسي رومي مطروز مطلسي. هذا مطروز مطلسي وي عندك الصح لانه هو بومبي. غزال. وهذا الثمن شحال يا سي سعيد؟ الثمن الحمد لله يجوا عندنا الانسان مرحبا به. غتصاوب معاهم. من طبيعة الحال. حيت باقي موديل جديد وباقي الصلعية اللي غتدخل. باقي ما حددتوش الثمن. ما حددناش الثمن ديالو، ولكن إلا جا عندنا الانسان راه ما يمشي على خاطرو. ونوريوه الطرق باش يخدم. والخياطة وكل شيء بطبيعة الحال. نوريه الطريقة باش يخدم والخياطة ونتعاملوا معاه. وكان حتى لي بريزيو كنديروه، إلا ما كانش هنا كنصيفطوا لي سلعته ولا نديوها ليه. داكوغ، يعني يقدر الواحد مثلا يصيفط لكم غير العبار؟ على العبار. الناس اللي مثلا خارج كازا. أييه. يصيفط لكم العبار وتاخذوا ليه تقادوا للصالون ديالو والمسائل ديالو. كنمشيو كنديو ليه سلعته لدارو. داكوغ. هاد اللوينة عاوتاني هذا قصيبي بحال قصبي بحال. اللوينة صراحة غزالين. هذا غوز بيبي. غوز بيبي. صراحة اللون كاين سيكلون، عجبني الفيغ والصفيفر البلو. هادو جديد. كلهم زوينين صراحة، وأي زواقة ما كتشبه زواقة، كل مرة كتفاجئني، كنقول هذه عجبتني كتجيب الآخرة الثانية. لي طابلو هادو. حمار. حمار فاش. هذا غزالي، والله إلا دايرين حتى شي طابلو. هادو كيبقاو ثمن واحد ولكن قالت لي الثمن مازال ما حددناش. الثمن ما حددناش ولكن ان شاء الله. هادي باقا سلعه جديده غير باش نشرحوا للناس، هادي راه سلعه جديده راه ما كانش غادي يوريها لي صراحه، وانا بقيت كنخرج حتى خرجت فيها قال لي مازال ما حددناش الثمن، قلت لا غير وريها لهم وان شاء الله من بعد. وراه اللي يبغى اي حاجه راه حنا غنخليو رقم التليفون وانتم غتعطيو الاثمنه وبطبيعه الحال ما غيكون غير خاطرهم. غادي نوريهم هذا الاخضر الملكي. الاخضر الملكي هو نهائي الناس اللي عشاق الاخضر. الزرقاء والثاني انا كنوريهم الالوان باش حتى الناس يشوفوا الالوان اللي كاينين والزواقات اللي كاينين. الاذواق راه كتختلف بطبيعه الحال. سي سعيد شفنا كاع السلع اللي عندك في المحل، البروكار بجميع اشكاله حتى الخوامي باش نذكرهم، الطلامات البروكار الاول اللي شفنا 210 لونتيطاج 50 درهم، الخوامي سواء ديال الصالونات ولا ديال لي سوجور ولا بيوتات النعاس بادين من 50 درهم حتى 60 درهم. وكاين عاوتاني هاد التوب اللي شفنا ديال كما قلتي التوب الحاوي ديال الشاون هذا داير 80 درهم. وشفنا المطروز اللي يلاه دخل مازال ما حددناش الاثمنه، علاش قلتي لي؟ حيت عندكم محل جديد ان شاء الله. عندنا محل جديد ان شاء الله وقريبا غيكون عندنا افتتاح ديالو، تكون شي حاجه تكون شي حاجه ثاني طوب وعندنا شي حاجه كلاس. وكنتمنوا تشرفونا في المحل ان شاء الله الجديد عما قريب،
وغادي نعطيكم التليفون ديالنا واتصلوا بنا ورحنا نرى الاشاره. واكيد حنا غنصوروا ان شاء الله المحل الجديد ضروري المحل غيتصور حتى هو الجديد ان شاء الله، لان علاش في سلعه مختلفه على هنا، شي حاجه مختلفه على بزاف كاع على درب عمر، شي حاجه كلاس ان شاء الله. غادي يكون في درب عمر نيسه للتذكير بان المحل راه في درب عمر، المحل راه في درب عمر غيكون في قيصريه جاسم، قيصريه جاسم ان شاء الله، وغيكون الجديد ان شاء الله. ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله، وتصاوب لينا مع المتتبعين ديالنا وبليجي. بالنسبه للاثمنه الحمد لله ما كاين حتى مشكل، وحتى الخياطه بالنسبه للخياطه وبالنسبه للاثمنه كنحدوا واحد الثمن اللي هو ثمن زوين وكيمشي للكليان راضي، وحنا راضيين اكيد، وهادشي اللي بغينا تحت، اللي بغينا حنايا الحمد لله. والف مرحبا و100 مرحبا ومرحبا بكم عند حموده وسعيد في درب عمر قصيه الممر الادارسه حسن الصغير. بالنسبه للتليفون ديالي كلشي غادي نخليه لتحت، غنخليه لكم لتحت ان شاء الله، كلشي لادغيس والنمره التليفون وكلشي، الا بغيتوا اي حاجه اي استفسار راه الاشاره سي سعيد غادي يجاوبكم. راه الاشاره. شكرا لك، شكرا لك سي سعيد، بارك الله فيك، شكرا.